ننتقل الآن إلى القاهرة لمتابعة هذه الصور المباشرة، انطلاق أو بدء أعمال قمة القاهرة للسلام التي تعقد في العاصمة الإدارية بدعوة من مصر وبمشاركة 31 دولة. تامر أبو عرب، الزميل تامر أبو عرب معنا الآن ومعه تفاصيل حول هذه القمة. تامر، عدد الدول المشاركة وإذا كانت روسيا ستشارك أيضا ومستوى التمثيل الأمريكي في القمة. تامر لا نسمعك، سأعود إليك. إذن كنا نتابع هذه الصور المباشرة من العاصمة الإدارية لبدء أعمال قمة القاهرة للسلام بمشاركة 31 دولة. إيه المشكلة؟ تامر أصبح جاهزا ليطلعنا على تفاصيل الدول المشاركة وإذا ما كانت روسيا ستشارك ومستوى التمثيل الأمريكي فيها. تامر. نعم ريما، يعني بالنسبة لعدد الدول التي ستشارك نحن نتحدث عن 31 دولة بالإضافة إلى ثلاث منظمات دولية، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الإفريقي. أبرز الدول التي ستشارك: روسيا ستشارك، قبل قليل وصل سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي. أيضا بالنسبة لمستوى التمثيل الأمريكي هو ضعيف للغاية في الواقع، لأنه نحن نتحدث عن الممثل أو المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نحن لا نتحدث عن حضور بايدن أو حضور بلينكين أو أي مسؤول من الدرجة الأولى يعني في الإدارة الأمريكية. ربما ذلك تسبب بعض الشيء خلال الساعات الماضية إلى تخفيض تمثيل أيضا عدد من الدول، يعني بالأمس كان هناك تأكيد لمشاركة ماكرون، اليوم تأكد أنه لن يشارك ماكرون وستكون موجودة وزيرة الخارجية كولونا. قبل قليل بدأ توافد الزعماء والرؤساء والملوك للمشاركة في القمة، قبل قليل وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مقر الانعقاد وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا وصل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلين لسلطنة عمان، سلطان عمان وصل قبل قليل، وزيرة خارجية إيطاليا، وزير خارجية إسبانيا. يعني مستوى التمثيل الأوروبي مرضي إلى حد كبير، لكن وأيضا العربي بالتأكيد على مستوى الرؤساء والأمراء هناك حضور واضح وكبير لمعظم الرؤساء والملوك العرب. نحن نتحدث عن رئيس الوزراء العراقي، عن حتى ليبيا ممثلة بالسيد محمد المنفي، نحن نتحدث عن مشاركة لتونس وللجزائر وللعراق رئيس الوزراء العراقي، نتحدث عن ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد. يعني هناك مستوى حضور مميز وكبير على مستوى العالي في الجانب العربي، مرضي إنجاز التعبير من الجانب الأوروبي، لكن يبقى التمثيل الأمريكي هو نقطة الخلاف التي يدور حولها الهمس في هذه القمة، وما إذا كان هذا المستوى يعكس عدم الاهتمام الأمريكي بالقمة أو أن الولايات المتحدة ليس لديها ما تعطيه ربما خلال هذه القمة بحكم ما كشفته الأيام الماضية. يعني عانت مصر كثيرا لتسمح أخيرا قبل دقائق بعبور الشاحنات إلى قطاع غزة رغم التأكيدات الأمريكية في أكثر من مناسبة، لكن أيضا كان هناك أحاديث في القمة عن أن أمريكا خفضت مستوى التمثيل ردا على المعاملة التي اعتقدت أنها غير لائقة من جانب الدول العربية خلال استقبال بلينكين وإلغاء القمة الرباعية هناك. يعني الحدث الأبرز في هذه القمة حتى الآن هو مستوى التمثيل الأمريكي، لذلك خفض كثيرون حجم توقعاتهم مما يمكن أن تسفر عليه أو عنه هذه القمة في ظل هذا التمثيل، باعتبار الولايات المتحدة هي الطرف الأهم في هذه اللعبة، وعدم حضورها للقمة بمستوى تمثيل عالي هذا هو قد السؤال لا يؤدي تامر. إلى نتائج المرجوة. الهدف الأساسي من انعقاد هذه القمة تبقى في إطار منع تدهور الصراع ليشمل دول أخرى أو تدهورها وتوسعها إلى دول إقليمية، أم الوصول إلى حل لوقف إطلاق النار ومنع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟ الهدف الأساس
منها؟ في الواقع ريما، نعم في الواقع ريما لم تصدر او لم يصدر جدول اعمال واضح ومنتظم ويعني بشان ما ستدور حوله المناقشات في هذه القمه. حاولنا عبر اكثر من طريقه الحصول على جدول واضح للاعمال، لكن لم يتسنى لنا ذلك، ولم توزع حتى على وسائل الاعلام صور من جدول اعمال القمه. لكن ما يعني سألنا عنه المسؤولين المصريين بشأن جدول الأعمال والنتائج المرجوة من هذه القمة، هناك تأكيدات من الجانب المصري بأن هناك أكثر من موضوع سيكون مطروح على الطاولة. الموضوع الأول يتعلق بوقف التدهور الحالي والوصول ربما إلى وقف لإطلاق النار ولو بشكل جزئي، وإن كان الأمل في ذلك لا يبدو كبيرا. أيضا المسألة المتعلقة بديمومة إدخال المساعدات والضغط على إسرائيل من أجل عدم معاقبة أهالي قطاع غزة بشكل جماعي، وهذا ما دارت حوله حتى تصريحات المسؤولين الأوروبيين خلال الأيام الماضية. أيضا هناك محور آخر يتعلق بضمان عدم دخول أطراف أخرى إلى هذا الصراع بإنهاء سريع ومبكر لما يجري حاليا، لأنه كلما طال وقت الصراع بحسب المسؤولين المصريين يرشح ذلك دخول أطراف أخرى في الحرب ومن ثم خروج الأمور عن السيطرة. والأمر الأخير والذي يبدو يعني سيدور حوله النقاش لكن لا ينتظر منه نتائج كبيرة، ما يتعلق بما بعد الصراع، مسألة الوصول إلى حل جذري للصراع العربي أو الإسرائيلي الفلسطيني، وعودة الحديث مرة أخرى عن حل الدولتين وإحياء عملية السلام التي كانت متوقفة منذ وقت طويل. لكن الأولوية بحسب ما وصلنا من المسؤولين المصريين خلال هذه الأيام سيكون محاولة منع تدهور الأوضاع مما أكثر مما هي عليه الآن. نعم تام، إذن سنعود إليك طبعا لنتابع كلمات الحضور في هذه القمة.